ده هنعمل FM ترانسميتر باستخدام الرازبري باي زيرو. ما بنحتاجش حاجات كتير، هي بس الرازبري باي متسطب عليها نوبس، سلكة صغيرة انها تبقى زي انتنة اللي هي بتطلع الاشارة لموجات الـ FM. انا هنا موصلها بسلسلة المفاتيح يعني عشان يبقى شكلها كده ظريف شوية. في كذا كود على الانترنت بصيت عليه، كان منهم على بلوج ياباني بس يعني الكود كان قديم شوية. في كود تاني، الكود التاني بيبقى الكواليتي بتاعت الصوت احسن وما بحتاجش ان انا اعمل كومبايل. هتلاقي اللينك بتاعت الويب سايت ده موجودة تحت في الديسكريبشن. بكبر اللينك لوكيشن وبعدين هفتح تيرمينال، هعمل دايركتور جديد mkdir/2fm، انتر. بعد كده بعمل cd جوه الدايركتوري ده وهداونلود الفايل، هعمل wget واعمل بيست اللينك بتاعت الكود وانتر، بداونلود الباكج او الاركايف في الدايركتوري اللي انا لسه عامله. بعد كده علشان اعمل اكستراكت او يعني اطلع استخرج الملفات، بعمل tar -xvf اسم الاركايف باي اف ام دوت تار دوت جي زي، انتر. بيطلع لي الملفات بتاعت الاركايف ده. علشان اشغل بعمل sudo دوت سلاش باي اف ام، بعدين بديله اسم الفايل الويف، وبعد كده دي تقريبا الكواليتي بتاعت الفيديو او سوري الكواليتي بتاعت الاوديو اللي هي 22050 ستيريو. نسيت احط الفريكونسي اللي هيطلع عليها او التشانل اللي هيطلع عليها. بعمل نفس الستبس بالظبط وبعدين بديله 99.9 انتر. 99.9 دي تشانل انا عاملها من دماغي، انت ممكن تختار اي رقم انت عايزه وتظبط الراديو على الاشاره دي. بس دي كل الخطوات، يعني الحكاية مش صعبة. الفكرة بس ان انا عايز اشغل mp3، يعني هنا الملفات اللي نازلة معايا كلها ويف، انا عايز اشغل ملفات mp3. بحتاج ان انا اسطب library تانية اسمها ffmpeg علشان تخليني اعمل encode لملف mp3 وباصل الاوتبوت ده للكود بتاعنا. ده الويب سايت اللي بيشرح تسطيب ffmpeg. هنا هكبر الكود علشان اسطب الـ FFmpeg. هحط بس هحط الدنيا في تكست فايل. بالنسبة لتسطيب الـ FFmpeg ده بياخد بصراحة وقت رهيب. انا هاخد الدنيا بالظبط، انا بطلع على الروت بعمل cd user/source، بعدين بعمل git clone source.ffmpeg.org، بعمل paste لده. محتاج هنا admin permission sudo او root permission. بعد كده بكمل بقية الخطوات، ان انا بخش بالcd ffmpeg وبعمل sudo configure السطر ده. انا في library انا ما نزلتش الكود بتاع اللي هي libx264 دي، انا همسحها. همشي على بقية الخطوات ما عدا اللايبراري دي. بعد ما بيخلص، بعد ما كده سطبت الـ FFmpeg، لو هنجرب نشغل فايل اوديو mp3، انا اوريدي عملت كبيرت فايل mp3 في نفس الفولدر اسمه ماهرزين دوت mp3. بكتب سطر لو ما هباخده كوبيست ffmpeg-iinput.mp3، انا هنا بحط اسم ال mp3 اللي انا عايز اشغله وبسيب بقية البرامترز زي ما هي، وفي الاخر خالص بديله الشانل او القناة اللي انا حابس عليها. انا بستخدم 99.9 يعني عشان مفيش حد يعني شاغل القناة دي. بدوس انتر، بتلاقي الصوت شغال. الكواليتي بصراحة هايلة جدا، الساوند كواليتي ستيريو. تمام، كنترول سي اوقف.
يعني بس دي كل الحكاية. الكود سهل جدا، بس هي كل اللي بياخد فيه وقت ان هو يسطب ال FF MPEG Library. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك شير سبسكرايب لو مكنتش عامل سبسكرايب علشان تشوف فيديوهات يعني شبه البروجكت ده بعد كده. شكرا جزيلا.